تحية صباحية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. زيارة تاريخية في مسار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب إفريقيا، زيارة برمزية التاريخ وثقل التحديات، يفتح بها البلدان عهدا جديدا من الشراكة الاستراتيجية المرتكزة على علاقات أخوية متجذرة منذ عقود، وبين البلدين إرث تاريخي مشترك وسعي لإرساء قواعد صلبة للتعاون المثمر والتوافق حول المسائل الإقليمية والدولية. تترجم الإرادة السياسية التي تحد قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا. محور الجزائر جنوب إفريقيا عهد جديد لشراكة استراتيجية. أنهى فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر، وقبل مراسم التوديع أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين. هذا وغادر رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا الجزائر، حيث كان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وبعد الاستماع للناشدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلات من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. ضيف الجزائر صافح مودعيه من كبار المسؤولين في الدولة. من جانبه صافح رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. الزيارة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. كما سمحت الزيارة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة. وفي اليوم الأخير من زيارته إلى الجزائر بدعوة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قام أمس السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا مرفوقا بالسيد محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بزيارة إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى. تفاصيل الزيارة مع حمزة أحمد بالقسام. كان في استقبال السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى بحضور اللواء صديق إسماعيل رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي. في البداية قدمت للسيد الرئيس تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. بعدها قدم اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى كلمة ترحيبية ليتابع السيد الرئيس عرضا قدمه العميد المدير العام للقاعدة المركزية للإمداد تضمن تنظيم القاعدة والمهام المنوطة بها. عقب ذلك كان لضيف الجزائر زيارة إلى مختلف الدوائر والورشات بالقاعدة على غرار دائرة تجديد الآليات المجنزرة وكذا ورشة السباكة. حيث تلقى شروحات وافية حول عمل ومهام هذه الورشات. في الأخير أمضى السيد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على السجل الذهبي للقاعدة المركزية للإمداد. هذا واكتست زيارة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إلى الجزائر رمزية تاريخية وشكلت قاعدة صلبة للتعاون المثمر والتوافق حول المسائل الإقليمية والدولية. نجوى جدي. حل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيق السيد سيريل رامافوزا ضيفا عزيزا على الجزائر في زيارة دولة استثنائية وجهت معها عدسات الإعلام الوطني والدولي لما تحمله من أبعاد سياسية وإنسانية وما ترمز إليه من رؤية استراتيجية ومواقف تاريخية. استقبل الرئيس رامافوزا من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بحفاوة تليق بمقام الشراكة وعمق التقدير وتعرض روح الضيافة الجزائرية الأصيلة.
كانت الصورة تعبر عن احترام متبادل وتعاون وثيق تعود جذوره إلى عقود من التضامن والنضال المشترك بين الجزائر وجنوب إفريقيا، دولتان تشكلان جسرا يربط شمال القارة بجنوبها، تؤكدان أنهما ليستا فقط من أكبر اقتصادات إفريقيا، بل وتمثلان صوتا متلاحما للحرية والكرامة في العالم. صاغت الزيارة رسائل قوية من خلال محادثات مكثفة ومثمرة، مفادها أن الجزائر وجنوب إفريقيا ستعملان على بناء شراكة استراتيجية حقيقية تعزز الأمن والتنمية من خلال التوقيع على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. ترأسنا اليوم معاً الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب أفريقي، وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. هذه اللجنة المشتركة تمثل آلية تسمح لنا بتقوية وتوسيع علاقاتنا التجارية ورفع حجم المبادلات التجارية. لقد اتفقنا على رفع حجم هذه المبادلات، وهذا من خلال تطبيق منطقة التبادل الحر، والتي ستسمح بتطوير الاستثمارات والتجارة بين الدول الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدين محوريين في أفريقيا. مذكرة تفاهم بين الزيارة توجت بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم تأكيدا على أن الشراكة بين البلدين تدفعها إرادة سياسية مشتركة لبناء مستقبل أكثر ازدهارا للبلدين وللقارة. جاءت هذه الزيارة أيضاً في توقيت يحمل دلالات عميقة وسط عالم تمزقه النزاعات ومحاولات الهيمنة، اختارت الجزائر وجنوب أفريقيا فيه التأكيد على رؤيتهما المشتركة، كل ذلك مع تفضيل لغة الحوار والجنوح إلى الحلول السلمية، وهي اللغة التي تتقنها جيداً الجزائر وجنوب أفريقيا. أغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى الدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، ونساندها مساندة كاملة. اتفقنا على تكثيف جهودنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز دور قارتنا والعمل من أجل تحقيق مطلب إفريقي لإصلاح منظومة مجلس الأمن من خلال تصحيح الظلم التاريخي تجاه إفريقيا. وفي مشهد مليء بالرمزية والترحاب يعتلي الرئيس رامافوزا منصة قصر الأمم بالبرنوس الجزائري التقليدي خلال خطاب ألقاه أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين في دورة غير عادية، وهو امتياز يخصص عادة لرئيس الجمهورية، اجتماع ضم أصحاب المقاصد النبيلة في إفريقيا يبرز عمق العلاقات بين البلدين وتاريخ التضامن المشترك، ويؤكد التزامهما بقيم التحرر والسيادة في إفريقيا والعالم. الجزائر وجنوب إفريقيا يجب أن يواصلا الالتزام بدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. نحن نشيد بالدعم الدائم للجزائر لنضال شعب الصحراء الغربية.
قصد تمكينه من تقرير مصيره. يجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الصحراء الغربية. يجب احترام القانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة. جنوب إفريقيا تذكر وتجدد نداءها بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلا وأكثر واقعية. ونشيد بمواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن. نحن نشكركم على مواقفكم المشرفة. زيارة الدولة التي قادت رئيس جمهورية جنوب إفريقيا إلى الجزائر حسب المتتبعين حملت أفقا جديدا من الشراكة الاستراتيجية لحليفين يصوغان مستقبلا إفريقيا قائما على العدل والكرامة والتنمية المستدامة. ضمن المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي، مشروع تحويل مياه القطران بولاية بشار الذي يعرف اللمسات الأخيرة قبل دخوله حيز الخدمة نهاية العام الجاري. أبو بكر جحطوط. هنا على طول مسار تحويل مياه القطران بشار، ورشات مفتوحة وأشغال تتسارع لتكملة المشروع في آجاله المحددة. الحمد لله هذا المشروع هو بداية لانطلاقة قوية في مشاريع التنمية هنا في بشار من خلال توفير المياه الشرب يوميا. في مجال الماء لم نعد يكون عندنا إن شاء الله مستقبلا أزمة تاع مياه. المشروع يشرف على النهاية. بدينا في التجارب الأولية، كل الآبار انتهت en train de d'équiper les forages. القنوات الفولاذية والقنوات البي اتش دي كامل كانوا وضعت محطة ضخ في الرتوشات الأخيرة. فرق متخصصة من مهندسين وتقنيين تسهر على جاهزية المشروع في مرحلة التجارب الأولية. الأشغال كانت 24 ساعة، يعني 3 إيكيب en 3 fois 8. لحقنا يعني درنا التجارب الأولية. هذا المشروع الهيكلي والهام الذي يهدف أولا إلى تزويد وتأمين ساكنة بشار بالمياه الصالحة للشرب، كذلك من أجل تزويد المنطقة الصناعية التوميات المتعلقة بمصانع الحديد لغار جبيلات بالمياه الصناعية. من خلال هذا المشروع الاستراتيجي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية تكون الجزائر ماضية في تحقيق أمنها المائي تزامنا ودخول منجم الحديد غارج بيلات تيندو بشار مرحلة الإنتاج. في الذاكرة الوطنية وتحت شعار في ضيافة أمجاد الأمة، التجليات التاريخية والحضارية والتراثية للأمير عبد القادر، إبراز لعبقرية فذة في مقاومة الاحتلال، وهذا خلال ملتقى دولي حول الأمير عبد القادر نظم بالعاصمة، وحضرته عن التلفزيون حنان بوريو. في حضرة أمجاد الأمة الجزائرية تتجلى الأبعاد التاريخية والحضارية والتراثية لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، الرمز الوطني والشخصية العالمية التي رسمت الصورة اللامعة لوطننا في مشارق الأرض ومغاربها. بصفتي عمدة مدينة القادر الأمريكية، إنه لشرف وفخر لي أن أكون حاضرا هنا في ذكرى تخليد الأمير عبد القادر. من خلال مشروع الأمير عبد القادر للتعليم، نحن نلقن الأمريكيين مبادئه وفكره الراقي.
أنا متخصصة في دراسة عمارة منازل الأمير عبد القادر بدمشق، واكتشفت حسا فنيا وعلميا كبيرا لهذه الشخصية وللجزائر. المناهج السورية والمناهج اللبنانية والمناهج العراقية موجود له تاريخ وأثر في تلك المناطق. الأمير عبد القادر الجزائري رمز العبقرية العسكرية والفراسة السياسية والخبير في العلاقات الإنسانية، رسخ معاني التسامح والدبلوماسية في السلم كما في الحرب. 192 سنة تمر على المبايعة والجزائر ثابتة لتمجد ذكرى أميرها ومؤسسها. قائد الأمير عبد القادر هو شامة على جبين تاريخ الإنسانية، يتجلى فيها تاريخ ناصع من البطولة والإخلاص والوفاء للأمة والوطن. الأمير عبد القادر الصفحة المشرقة والمشرفة لتاريخ الجزائر، حمل لواء بطولاتها وقلد تاريخ سيادتها بأوسمة الحضارة والإنسانية. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، التقى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الوفود المشاركة في الملتقى الدولي لفقهاء القانون المنعقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شكر الجميع على المجهودات المبذولة من خلال المعارك القانونية التي يخوضونها دفاعا عن حق الشعب الصحراوي وممتلكاته. شاكرين الجميع لحضوره على المحاضرات واللقاءات يعني المتعلقة خصوصا بالحكم المحكمة الأوروبية الذي أعطى للشعب الصحراوي ما حاول البعض نكرانه فيما يتعلق بثرواته وسيادته على وطنه وتمثيل الجبهة الشعبية لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب له من الناحية السياسية والاقتصادية. بدون شك كل هؤلاء يعودون بأفكار نيرة لتعميق دفاعهم عن القضية الصحراوية فيما يتعلق بالجانب القانوني وفيما يتعلق بسرقة ثروات الشعب الصحراوي. ووسط تحديات دولية، ما تزال القضية الصحراوية تلقى المزيد من الدعم والمساندة على مستوى الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية والمهنية. حورية جرجر. من كيب تاون بجنوب إفريقيا إلى لشبونة بالبرتغال مرورا بمدريد بإسبانيا، أصوات الأحرار من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين يؤكدون دعمهم المطلق واللامشروط لقضية الشعب الصحراوي العادلة. من خلال هذا الاجتماع السنوي نجدد دعمنا للقضية الصحراوية العادلة، وهو ما أكدته محكمة العدل الأوروبية أكتوبر الماضي، وسنعمل سويا على تطبيق القانون الدولي. نشارك في هذا اللقاء لنؤكد دعمنا للصحراويين ولقضيتهم العادلة، وبصفتي نقابية أشارك للدفاع عن حق الشعب الصحراوي وحقه في الدفاع عن ثرواته وأرضه. وتأتي تظاهرات البرلمان البرتغالي تؤكد هذا المسعى الذي تدعمه أيضا اللجنة المشتركة التي جمعت بين نيجيريا وجنوب إفريقيا في كاب تاون. بعد 10 سنوات من الكفاح القانوني أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية شيئان مختلفان ومفترقان، وأن على الاتحاد الأوروبي وعلى الدول الأوروبية وعلى الشرائك الأوروبية احترام ذلك القرار الهام والتاريخي. وتبقى عدالة القضية الصحراوية القاسم المشترك لأصحاب المبادئ وأحرار العالم. في المغرب تستمر فضائح نظام المخزن في الداخل كما الخارج، ففي آخر سقطات المخزن إفشال الاتحاد الدولي لكرة القدم محاولة لنظام واهم بتمرير خريطة مزيفة تضم الصحراء الغربية. أنيس مزيان. مرة أخرى
أجهز الاتحاد الدولي لكرة القدم مناورة جديدة بائسة لنظام المخزن برفضه للخريطة الوهمية التي قدمها والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، ضاربا كل المواثيق الأممية عرض الحائط. جاء هذا في مقال تحليلي نشره الموقع الإسباني آل أنديباندانتي، كشف فيه الصحفي الإسباني فرانسيسكو كاريون عن محاولة المخزن خداع الفيفا عن طريق عرض تقرير تقييمي للترشح ضمن إطار الهيئة الإدارية العالمية لاتحادات كرة القدم، مرفوقا بخريطة يعترف بها الجاهل وفقط. قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصوص كأس العالم 2030 هو صفعة أخرى من لنظام المخزن وأطماعه التوسعية في الصحراء الغربية بعد تلك الصفعة التي كان انطلقها في 4 أكتوبر الماضي من طرف محكمة العدل الأوروبية التي قضت بعدم صلاحية وشرعية الاتفاقيات التجارية التي أبرمها هذا النظام مع المفوضية الأوروبية والتي تخص الصيد والزراعة في إقليم الصحراء الغربية المصنف ضمن قضايا تصفية الاستعمار على طاولة الأمم المتحدة، وهذا هو المبدأ الذي استند إليه الفيفا في رفضه للخريطة الوهمية والخريطة المزيفة التي قدمها نظام المخزن في ملف تنظيم كأس العالم 2030. ليواصل صاحب المقال كشف الافتراء الموجود عند نظام المخزن، مؤكدا أن التقرير الفني الذي نشره الأسبوع الماضي الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حطم كليا أحلام اتحادية الأقجع، ليتأكد وللمرة الألف أن موضوع الخريطة الوهمية كان وسيبقى مجرد ممارسات يائسة هدفها التستر وراء إخفاقات عديدة وأبرزها فشل في احتضان كأس إفريقيا في موعدها المحدد، إضافة إلى عجز مالي كبير جعل نظام المخزن يقترض مبالغ مالية هائلة من البنك الإفريقي للتنمية لتطوير البنية التحتية، عجز يقابله فساد وفشل في التدبير والتنفيذ. وبفلسطين المحتلة استشهد طبيب فلسطيني وعائلته في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منزلهم أمس في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق واسعة شمال القطاع. وفي وسط قطاع غزة قصفت مدفعية الاحتلال أجزاء واسعة من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات. هذا وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 142 مصابا. في الرياضة ولحسابية الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية حقق فريق مولودية الجزائر فوزا على ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني بنتيجة هدفين دون رد سجلهما أيوب عبداللاوي وسفيان بيزيد، ليبلغ الفريق النقطة الرابعة ويتصدر المجموعة الأولى مؤقتا. من جهته شباب بلوزداد هو الآخر حقق انتصارا خارج الديار على مضيفه نادي ستاد أبيجان الإيفواري بنتيجة هدف دون رد. رياضة دائما تتواصل، واليوم مباريات الجولة 12 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مقابلتين، حيث تواجه شبيبة القبائل نجم مقرى فيما تستضيف مولودية وهران اتحاد بسكرة. ولحساب نفسي الجولة فاز أمس وفاق سطيف على اتحاد خنشلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين تغلبت جمعية شلف على ترجي مستغانم بهدفين لصفر. بهذا إذن مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، أعود وألقاكم في مجزء التاسعة.